الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع سنن أبي داود وشعب الإيمان، ما زلنا مع صلاة الجمعة والهيئات التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند الخطبة. روى المصنف بسنده إلى شعب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادعو الله لنا بخير. فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم. فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي وقد كان انقطع من القطاس. يقول: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادعو الله لنا بالخير. فيها سؤال الصالحين بالدعاء له، فيها سؤال الصالحين بالدعاء، وهذا جواز، فيه الجواز، وأن كان المتميع يرى في ذلك أنه على الخلاف الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا، فما سقط الصوت من أحدهم وما ذكر ذلك لأحد. لكن يعني هذا الكلام فيه نظر، ونظر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال له: لا تنسنا من دعائك أخي، وإن كان أنه استأذن ليذهب إلى العمرة، لكنه حديث فيه ضعف. وأصح من ذلك يستدل به أن عكاشة بن محصر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع من النبي أنه قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا يعني سابقة عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: أدعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. فسؤال الغير الدعاء، إذا سألت الصالحين بالدعاء فليس فيها ثمة شيء. فدعا لهم وأمر، قال: أمر لنا بشيء من التمر، وهذا فيه الجود والكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. وفي قوله: وشأن ذاك دون، أي الحال يومئذ كانت ضعيفة، والحديث فيه مشروعية الاعتماد على السيف، لأنه هو قال: فأقمنا بها أياما فشهدنا فيها الجمعة مع رسول الله، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله. ففيها مشروعية الاعتماد على السيف أو العصا أو القوس حال الخطبة، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكم أحسن الله عليكم. وأما الحمد لله فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي يرى أن ذلك كله من أركان الخطبة، حمد أن يحمد الله واثنى على الله ما هو خير الله ما هو أهل الله، ويقرأ آية بعض الآيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت، قال ابن المبارك ثقة، وقال أحمد وأبو حاتم الرازي لا بأس به، وقال ابن معين لا سبي بأس، وقال ابن حبان كان رجلا صالحا وكان ممن يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاعتداد به إلا عند الاعتبار. قال أبو علي محمد الألوهي تلميذ أبا داود أي المؤلف، قال أبو داود: ثبتني من التثبيت، أي ذكرني بثبت بعد أن غاب، ذكرني بعد أن غاب عني أو شككت فيه في شيء منه. من هذا الحديث بعض أصحابه وفعل ثبتني.
قد انقطع ذلك اللفظ من القرطاس، أي من قرطاس كتابي، فلما ذكرني به أصحابي ما غاب من قطع ذلك القرطاس، يعني تثبت منه ورجع لحفظه. رضي الله عنك أستاذ جمعة، جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك. رضي الله عنك أستاذ، أحسن الله عليك، الحمد لله أنا في عافية وأنتم، أسأل الله أن تكونوا في كل خير وعافية، رضي الله عنكم. وفي قوله يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان قد يكون منه التقصير، وقد يقع التقصير من الإنسان دون أن يدري، لكن يكون في ذلك يسدد ويقارب حتى يصل إلى مرضاة الله جل في علا، يسدد ويقارب حتى يصل إلى مرضاة الله جل في علا. والإنسان على هذا التسديد، يعني سددوا وقاربوا، قال سددوا وقاربوا ولن تحصوا، يعني أنت لن تصل إلى نهاية ما أمرك الله به، ولن تصل إلى كمال ما أريد منك، لكنك عندما يرى الله منك الاجتهاد والجد، ويرى منك الله جل في علا الصدق في ذلك، تكون موفقا مسددا دائما في خيرات وعلى خيرات وبخير وعلى خير. وفي رواية هنا رواها المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنك دكتور وليد، أحسن الله عليك، أرفع الله مقامك، عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هنا فيها التصريح بما كان يخطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أولا يحمد الله، كما قلنا هذا ركن الخطبة، الثناء على الله بما هو أهل له، فكان يحمد الله ويستعين به ويستغفره، قال نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وفيها التسليم لقدر الله جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه التي بها النجاة. ثم بين الحال أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين هذه الساعة، وهذه فيها دلالة على من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يطع الله ورسوله، فجمعهما بالعطف، فقد رشد ومن يعصيهما فقد فإنه لا يضر إلا نفسه، فيه دلالة ومن يعصيهما جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله، وذلك ما ثبت في الصحيح عنه بلفظ أن يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وما ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي خيبر يوم خيبر إن الله ورسوله ينهانكم عن حوم الحمر الأهلية. وأيضا أما في ما في الصحيح سام داود من حديث سعد بن حاتم أن خطيبا خطب الناس قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له بئس خطيب الأمة أنت، قل من يعصي الله ورسوله فقد غوى. فهذا محمول على ما قال أنه من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، قال ولهذا ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وقال إنما ثنى بالضمير في مثل قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم، فكل ما قال لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظهما أو حفظها، إنما يراد الاتعاظ بها، ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. قال قاضي عدو جماعة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه التشريك في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله جل في علاه بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا من أعدل الأقوال ومن أهم الأقوال، أن الإنكار كان لمحة التسوية عند الاشتراك، فواجب عليه أن لا يفعل ذلك ولا يسوي. هذه مسألة عظيمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، فهو رفض التسمية، قال بئس خطيب الأمة أنت، لما فيه من إشعار التسوية. وقد قال بعضهم وقد جاءت الروايات على أنه قال
ومن يعصي الله ورسوله ومن يعصيهما فقد غوى. فنقول في حالات الحالات التي يظهر فيها حسم المادة وسد الزريعة فتراه يحسم المادة وسد الزريعة، فقد يكون من الأصل في ذلك أنه يجوز أن يجمعهما معا إن بين للناس مسألة الإفراد والتوحيد، وحسم المادة تقتضي ألا يفعل ألا يقول، كما قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني الله ندا. قال المنذري في إسناد عمران بن داود أبو العوام القطان البصري، استشهد به البخاري وقال عفان ثقة، وقال ابن معين وأنا سعيد ضعيف الحديث، وقال ابن معين مرة ليس بشيء، قال زيد بن زريع كان عمران ابن داود حروريا يعني من الخوارج، وكان يرى السيف على أهل القبلة، هذا آخر كلامه. وقيل هو عمران بن داور أبو العوام القطان البصري، يعني فيه ضعف ولأنه خارجي، المسألة على فكره. وفي رواية من شهاد عن الزهري عن تشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر ذلك وقال من يعصيهما فقد غوى، ونسأل الله ربنا أجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله أمين، ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله سبحان رب العظيم، بقوله فقد غوى من الغي والهماك في الشر. وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة، فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب، يعني خطبة الجمعة واجبة، ونسب القضاء عاد إلى عامة العلماء، واستدل الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة ثبوت مستمرا أنه كان يخطب في الجمعة، بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب الحسن البصري وداود الظاهري والجويني إلى أن الخطبة مندوبة، وما أدري ما الصارف الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب، ما أدري أين الصارف أصالة الذي صرفها إلى ذلك. قال شوكان من الاستدلال الوجوب حديث أبي هريرة مرفوعا قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، رواه داود. وفي رواية الخطبة التي الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجزماء، رواه أحمد بحديثه أيضا عند البيهقي في دلائل النبوة مرفوعا حكاية عن الله تعالى بلفظ وجعلت أمتك لا تجوز له خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، فهم لأن غاية الأول عدم قبول الخطبة التي لا حمد فيها، وغاية الثانية عدم جواز خطبة لا شهادة فيها بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، والقبول والجواز وعدهما لا ملازمة بينهما بين الوجوب قطعا. والحق أن الجمهور الحق معهم، ما قال الشوكاني كلام لا يزن بشيء، لأن الجمهور عندهم أصل وهو قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، وما فعله خروجا بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب، ما كان بيانا للواجب فهو واجب. ابن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصيهما فقد غوى، قال قم واذهب بئس الخطيب أنت. فهذا هنا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ومن يعصيهما، فكانها أشارت إلى التساوي، ومن يعصيهما فيها كما قلنا فيها وهم إيهام بالتساوي، ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لذلك اشتد نكيره عليه، لذلك اشتد نكيره عليه، قال بئس خطيب الأمة أنت. والحديث أخرجه مسلم والنسائي في قوله بئس خطيب الأمة أنت، والتعنيف هذا كان على العموم لأنه أخطأ على العموم، أراد أن يكف الناس أن يأخذوا بهذا القول، لأن الناس يعني تتعلق هذه الكلمات برؤوسهم، يعني لا سيما كانت الخطبة وكان الخطيب له مكان عندهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، يكون على التعميم، يكون على التعميم. الفوائد المستنبطة، خالف القول الفعل، فإن القول يقدم على الفعل، والجمع بينهما قد يكون أن يصرف من التحريم الكراهة أو من الوجوب الاستحباب. لما اشتد نكيره على الرجل وقال بئس خطيب الأمة أنت، هو لما خطب الناس قال ومن يعصيهما فقد غوى، فأراد أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوي، وغيره قد يفهم منه التسوية، لذلك حسم المادة وسد الذريعة. من أصول ديننا سد الذرائع، من السنة الاتكاء على العصا أو على السيف. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.